ثانية واحدة هو الراجل راح فين؟ هو الراجل قام يشوفني ولا ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة خاصة جديدة على فيلم جامد بنرجع لتقليد كان موجود عندنا دايما وهو متابعه ترشيحات الاوسكار يمكن المره اللي فاتتنا هي المره اللي فاتت علشان الكوفيد واللخبطه اللي كانت حاصله دي. المره دي مش قادر اقول ان احنا رجعنا فورما بالكامل وهتشوفوا ده اثناء متابعه الترشيحات نفسها ان نسبه المشاهدات عندي يعني ممكن لو وصلت 50% يبقى كويس هي في الاغلب اقل من 50% وانا مسؤول عن بعض الحاجات اللي فاتتني دي ومش مسؤول عن البعض الاخر لانها لم تتاح للمشاهده بعد واتمنى ان بعد اعلان الترشيحات يبقى في سبل اسهل لاننا نتفرج ونتابع على الرغم من اني لما دخلت الترشيحات ما حسيتش ان انا هبقى سخنان قوي وما حسيتش ان انا هبقى عندي هيبقى عندي رياكشنز قوي ولكن اثناء الترشيحات نفسها اللي حصل، انتوا <applause> اكيد عارفين اللي حصل، <applause> كان موضوع مختلف تماما، المهم اللي هتتفرجوا عليه ده كله حصل في البث بتاعنا على نيمو، اللينك بتاعه قدام حضراتكم على الشاشه، تقدروا تنضموا له في اي وقت، وتابعت الترشيحات وهي بيتم اعلانها لايف، ما كانش عندي عنها اي فكره وانا بتفرج عليها، ويلا بينا نشوف مع بعض ايه اللي حصل. في فيلم هيكتسح السنه دي، آه في حاجات عليها العين اه باور اوف ذا ناس بتقول ديون. أه مش عارف بس يعني لو في فرصه لحد ان هو يكتسح فهو باور اوف ذا انا مستني حفل ترشيحات لديون أه مش هيبقى خبر سيء بالنسبه لي هيبقى خبر سعيد جدا اسعد من اخبار اخرى بس عموما انا المره دي مش برضو مش متعصب قوي لحد ومش هزعل قوي من ترشيحات سواء ان حد يحصل عليها او ان حد يتم ابعدوا عنها مش الدنيا بالنسبه لي مش بيرسونال قوي المره دي خبر ليدي جاجا هيزعلني ليه يا عم لا ما انا 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 مش شايف ان في خمس اداءات احسن من ليدي جاجا يعني لا ليدي جاجا تستحق الترشيح ولو كسبت كمان فهي تستحق انا ما شفتش حاجات تعديها لدرجه انها تزعلني يعني افتكر اوسكار ايزك ممكن يترشح على قد متابعتي لل للبوصله بتاعه موسم الجوائز ما اعتقدش يعني بناء على مشاهدتنا شيء وبناء على متابعتنا لبوصله موسم الجوائز حاجه ثانيه ف لا مش حاسس دونت لوك غالبا هيبقى له نصيب هيحصل حي... على حاجه رغم اداؤه النقدي والجماهيري المثير للجدل المتفاوت المتضارب ولكن في موسم الجوائز هو له حضور طب هل في اداء تشوفه كان مختلف عن البقيه وممكن يبقى له افضليه أه بشكل عام الاداءات التمثيليه بتاع باور اوف ذا كلها حاجات حاجة, حاجه مختلفه حاجه ليها هايلايتس جامده اندرو جارد فيلد في تيك تيك بوم وان كان من الوارد ان هو يتم ابعاده تماما لان اداؤه في موسم الجوائز متفاوت سبايدر مان بيست سينماتوجرافي ميبي يبقى انجاز ده يبقى حاجه غير متوقعه هل دي فرصه ويل سميث ممكن ياخد الاوسكار في حياته هو غالبا ترشيحه شبه مضمون برضو الناس اتكلمت عن الموضوع دوت واداؤه في موسم الجوائز متميز بس انا ما شفتش الفيلم فمش هتلاقيني عارف ذا فرنش ديسباتش انا لو هتقول لي رهانك الشخصي رهاني الشخص على فرنش ديسباتش انا شايفه افضل فيلم في السنه ومتميز على عدد كبير من الأصعدة الفنيه والتقنيه بس في موسم الجوائز لا برضه ما خدش الاهتمام اللي انا شايف ان هو يستحق اهلا وسهلا ممثله في دور مساند قول يا سيدي قول يا ستي ما شفتوش ما شفتوش الله ما شفتوش اهلا وسهلا حد ما اه يا كينغ ريتشارد انا ثانيه <للصنية> صراحه نسيت <applause> ايه <CTA> هو <applause> ريتشارد ده اصلا ماشي انا بشجع كيرستن دانست <applause> <design. كرويلا>. <applause> ده مش ما شفتوش ما عرفوش ديون ترشيح الاول ديون الحمد لله على السلامه نايت مير الي دخل معنا في الليسته والسايد ستوري حلو الكلام بقى ساوند مرة واحدة وخلاص بيل فاست. ماشي شريف فرحان قوي دلوقتي ديون جميل انترستنج. الحمد لله على السلامة والسايد ستوري هو اللي متالق لحد دلوقتي ايا كانت كميه الترشيحات اللي هيحصل عليها والسايد ستوري فده اقل فيلم انا متحمس ان انا اتفرج عليه او عاوز اشوفه بصراحه ليه ديون ماشي جدا طبعا اوكي The power of the dog ديون على عيني وعلى راسي دونت لوك اب بمناسبه ايه؟ SCREENPLAY ده مهم ده جميل اسمع كلام محترم قوي على درايف ماي كار حلو قوي مش عارف اسم دوني

ظهور <applause> للسينما الاجنبيه اكتر وأكثر في الجوائز الامريكيه اعتقد دونت لوك اب محطوط لاسباب سياسيه اي حاجه في الدنيا ليها اسباب سياسيه مفيش حاجه في الترشيحات هتلاقيها فنيه بالكامل بس هو لو يعني لو في انتصار لدونت لوك اب من منظور سياسي ايه هو المنظور؟ اكتر سبورتنج رول اهو ده حاجه مهمه Alright. اسمه كيران هاينز على فكره قالت اسمه غلط. Alright. واو. Jesse JK يا نهار ازرق. Jesse Power of the Dog. مستغربها مودي. JK ترشيح جميل جدا جدا كمان. يا انا ما توقعتش انه ممكن يحصل بس هو جميل جدا وفي محله كودي سميث ماكفي لازم لازم طبعا لكن جيسي بليمنز يعني هو عامل انا انا ما بعيبش على اداؤه بس عايز اسميه اداء مش ملفت قوي يعني بيك بيكتشر ايديتنج <applause> انا كل ما يطلع دونت لوك اب هضحك ماليش دعوه Power of the dog editing تيك <تضحك قنية> All <hail. تضحك قنية> oh right. amazing. ليزلي ارحمنا والنبي الله يخليك. الواحد مش عاوز يتكلم يعني. For إيه؟ اه اب اند ماشي قول. <You're not> alright. <gonna>.... وحش دون. متوحش. <تضحك> شفتوش. <تضحك> <بدي> <الأين> <تضحك> <تضحك> It is time to meet a huge movie fan coming to us from Tampa. Here are the nominees for the Best Animated Feature Film: Encanto, Flea, Luca, The Mitchells vs. the Machine, and Raya and the Lost Dragon. تقربا أول سنة في حياتي ما شايف ولا فيلم من الأفلام ماشي ماي guns go bang بعد اذنكم بس King مش عايز غير كده يعني How original The harder ولا حاجة انا بفكر اقفل دلوقتي مش عايز اكمل البتاع انا لو في حاجه حوصف بيها الترشيحات دي كلها هقول 90% منها كسلانه اللي هي الترشيحات المنطقيه وخلاص تعال ناخدهم من الليسته فاهم حلوه اللفتات دي بتاعه الناس اللي بتخدم المجتمع على ان المستشفيات يعلنوا حاجه ان المطافي يعلنوا حاجه ان الكلام ده ده حلو والانتوزيست الاول هو حظهم ان هو كان مذاكر ودمه خفيف وعرف يقول حاجه لكن مش كل حاجة جابوها كانت كويسة بالإضافة إن هم نفسهم دمهم مش خفيف فيجوال إفكتس ديون طبعا هل بقى في مارفل هل في دي سي هل في هي دي سي موجودة السنة دي مش فاكر فري جاي واو أنا انبسطت خلاص بس أنا اتصلحت شونج تشي هياخد فيجوال إفكتس وسبايدر مان لأ؟ أه طيب أوكي أنا 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 خلاص يا جماعة أنا فري جاي خد ترشيح قال احب اشكر الاكاديميه واحب اشكر وحده المطافي في هوليوود الف الف شكر مش عايز اي حاجه تانية من الاوسكار السنه دي خلاص والراجل ده هيكتب على جنان قال انا ركزت مع الناس فوق تحت شويه رجعت بصيت لقيته عامل اللي هو عامله ده سينماتوجرافي قول يا عم جون واو واو حلو هاي شفتوش ماشي مين اللي اتبقلش؟ مش مجمع مين اللي اتبقلش؟ برودكشن <applause> ديزاين معقول حتى دي ده فرنش ديسباتش مش هياخدها؟ <applause> احياء يا جماعه دول نقلنهم ايه يا جماعه ده؟ ايه الكسل ده؟ دول ما شافوش حاجه يا جماعه

Power, Power of the Dog مضمون. واو. ماشي. Tragedy Treyody of Macbeth. <applause> حلوين. حلوين. شغالين. أندرو جارفيل تمام. هافير <applause> Bardam uh, <applause> تمام جدا. أنا موافق قوي يعني. Gaga <applause> وجودي كومر وبعدين زي ما أنت عاوز بقى. Okay. Olivia Coleman in The Lost Daughter. Interesting. Penelope Cruz in Parallel Mothers. <laughs> Nicole Kidman in Being the Ricardos. Wow, Being the Ricardos. Judy Comerat but <coughs> Just two more categories left. Woo, this is so exciting. The first is for achievement in directing, and the nominees are.

والله ولا اعرف مين اللي ترشح في المخرجين! استنوا! ديون ما ترشحش للاخراج بعد كل ده؟ ايه ده؟ احنا دخلنا على عشرة ولا ايه؟ في عشرة هيترشحوا؟

ده في جاجات مفترسين ابتدوا ياكلوا في في المراتب اساسا دول لو عرفوا سكتك كان نهار اسود هيقرقشوكي يا جماعه ده لاست جول من الواضح ان هو ما نزلش وويس اندرسون ده ده فرنش ديسباتش من الواضح ان هو لم يتم اصداره هو ده التفسير اللي عندي لهذا الموضوع يعني ما دي افلام لسه ما نزلتش موضوع بسيط يعني نسيوا يقدموا الورق ليوناردو اتبقلش من بيست أكتر يا عم ده ده شوية الترشيحات اللي خدها دونت لوك أب ديت معجزة أنا معرفش حصل عليها إزاي أصلاً فلي فلي ده اللي هو هو نفسه الفيلم الأنيميشن هو نفسه الفيلم الدنماركي ولا هو إت هابنز so إن هما فيلمين وليهم نفس الاسم؟ ده هو فيلم أنيميتد أه فهو أنيميتد ودوكيمنتري وإنترناشونال في نفس الوقت اه خرابي لا أنا يعني عندي مشاعر متضاربة يعني من ناحية مش موافق مش موافق يعني هو في الـ الـ افضل ممثله تقريبا ما شفتش ولا فيلم فيهم هما مرشحين نيكول كيدمان لا شفت نيكول كيدمان خلاص كسبوا نيكول كيدمان جيسيكا تشاستين ما شفتهاش كريستين ستيوارت ما شفتهاش ومش فاكر الباقيين ف... بس مش موافق يعني انا ممكن كنت ارجو في النهايه ان ليدي جاجا ممكن ما تكونش المفضله انها تكسب ولصالح جودي كومر فهو قال لي طب بص انت وليدي جاجا وجودي كومر بتوعك فانا حسيت ان انا اتبقلشت بس في نفس الوقت شمتان شويه بس. شويه صغيره شويه صغيره شويه صغيره جاجاز بليز فوكس اون ذا تارجت انا شمتان شويه صغيره اه بس مش عليا بقى فاهم انا خلاص اهو يعني الحفله بتاعتي انتهت في هذه اللحظه مش هحفل ولا سنتي اكتر من كده خلصنا خلاص اكاديميه نقاط كانوا بيرشحوها لانها افضل اداء من بعد الفراخ المحمره بتاعت كنتاكي فاكرين الكلام ده؟ عروسكم بقى ايه؟ افترسوهم كريستين ستيوارت افضل اداء لها في سبنسر ماشي ما هي اي حد في الدنيا بيعمل افضل اداء ليه ده لا يعني انه لازم يترشح للاوسكار دول بيست بيكتشر ما اعتقدش ان في اعتراض غير الاعتراض العريض المسيطر على تجاهل ذا لاست جول وتجاهل ذا فرنش ديسباتش من كل حاجه انا اتمنى ان يطلع في الاخر ان هم عملوا مخالفه يعني فاهم ارتكبوا جريمه معينه وتم استبعادهم بسببها ده التفسير الوحيد اللي انا ممكن اقبله دايركتور اه انا كنت مصدوم ما شفتش كينيث برانا بيلفاست باور اوف ذا دوغ نايس ويست ستوري مش مش قادر برضو لغايه دلوقتي بصراحه درايف ماي كار وليكرتش بيتزا كده اه دوني ينوف خد الكتف آه مش هتكلم خلاص بقى ما فيش داعي نتكلم على ويس اندرسون ما فيش داعي نتكلم على ريدلي سكوت انتهينا من الكلام ده هنا الصدمه الكبرى او ماي جاد اللي شفتوهم من دول هي نيكول ان كل بس بينج ذا ريكاردوز ونيكول من عامله دور حلو جدا وجبار جدا بس انا عايز اقول ان دور ليدي جاجا ودور جودي كامر ملفت اكتر منها مش هتكلم على الاربعه التانيين ما شفتهمش بس على الاقل يعني ويرد ويرد. بينج ذا ريكاردو عموما خد تكريم أكتر من المتوقع تماما. أوليفيا كولمان، أوليفيا كولمان على عيني وبنلوبي كروز، سمعت كلام كتير عنها كانت الناس إمبارح بتتوقعها جامد. كريستين ستيوارت، عايز أتفرج، عايز أتفرج، عايز أتفرج عليهم كلهم بصراحة. دي أفلام عايز أشوفها يعني. السينماتوجرافي. شوفنا شفنا نايتمير آلي كلام محترم جدا ومستحق جدا. ديون لازم. لازم واكشلي ده انتصار كويس برضو ان هم حملوا الانجاز بتاعه على السينماتوجرافي مش على الفيجوال افكتس بس وده كلام محترم جدا ويستحق التحيه باور اوف ذا دوج كلاسيك بقى بنتكلم على الحاجات اللي على الهاديه قوي يعني تراجيدي اوف لسه ما شفتش والسايد ستوري لسه ما شفتش. ميك اب اند هير ستايل عشان الانجاز العظيم في الميك اب اللي اتعمل على جارد لاتو بس على الاقل على الاقل ادونا اشاره ان هم شافوا هاوس اوف جوتشي يعني انا هاوس اوف جوتشي لولا الترشيح دوت كنت ضميته مع ذا لاست جول ومع ذا فرنش ديسباتش، هما غالبا ما شافوهمش. يعني هما دي افلام ما عندهمش فكره عنها. لكن هو بيقول لك لا انا شفته واقصد. انا مش قصدي اسخن ولا حاجه، انا ما بحاولش ان انا اسخن الناس اكتر ما هي سخنانه، الساده الجمهور المحترم الذي يحب الفنانه ليدي جاج. ما بسخنش ولا حاجه. بس انا على الاقل يعني انا 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 اتحط عليا انا انا كنت بشجع على فرنش ديسباتش وهم قالوا لي بص غالبا مش هتنوش طب ده لاست جول والسيناريو والطريقه والمعالجه والتمثيل والبص بصراحه كان متاخر ما شفتوش لكن هم في هاوس جوتش قالك شفته واقصدها دونيفي يونيف ازاي بجد مش لاقي سبب مقنع لزحلقته تعالى 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 نبص تعال على على العجبه دي كوستوم ديزاين ديون موجود كوستم ديزاين محترم ويستحق طبعا ساوند ديون موجود طبعا هما طبعا ريحوا دماغهم من الميكسنج والايديتنج والكلام دوت قال لك اعضاء الاكاديميه نفسهم مش فاهمين حاجه فخلينا نخلص ساوند هايل اوريجينال سكور يا خبر ابيض على هانز ومزجته كلام هايل لازم يكون موجود في الترشيحات طبعا مش هنهزر ادابتد سكرين بلاي سيناريو متماسك وتم تقديمه على افضل شكل ممكن في الدنيا ديون موجود انيميتد شورت فيلم مش بعيد تلاقيه موجود فيلم ايديتنج خبر ابيض على الابداع في المونتاج هو مستحق تماما موجود ميك اب اند هير ستايلنج يا باشا يعني ده لما يتقارن بهاوس اوف جوتش المفروض يكسب يعني هو اصلا ما ينفعش يتحط جنبه المفروض كان يتحط هنا ما ينفعش يبقوا قريبين من بعض كده فيجوال افكتس هايل سينماتوجرافي طبعا برودكشن ديزاين اكيد افضل فيلم طبعا لازم هيكون موجود في الليسته لكن المخرج ما عجبنيش بصراحه لا لا هما كلهم حلوين وهو وحش ما اقدرش ارشحه هو ما كانش بيجي الصراحه هو كان في حد بيجي يمضي مكانه كل يوم الصبح وكل الناس دي كانت بتشتغل بدماغها كده يعني انا تخيلت ان فكره ان ترشيحات الاوسكار دي تصدمني تخططها مثلا من 3 أربع سنين انتهينا هتابعها واتفرج عليها واهتم بيها واطلع بلستة افلام كويسه اتفرج عليها وانبسط لفيلم او اتنين واتضايق شويه فيلم او اتنين لكن فكره ان انا اتصدم دي ما كنتش مصدق انها ممكن تحصل ولكن الاكاديميه دائما تفاجئني ونجحت في انها تصدمني بالاستبعادات الغريبه لذا جول ذا فرنش ديسباتش بتكريم ديون في كل الكاتيجوريز اللي في الدنيا وابعاده عن افضل مخرج وطبعا اللي حصل في افضل ممثله ده هيحتاج شرح كتير هيحتاج هيشغل دوائر المهتمين بالسينما لفتره طويله يعني المهم انتو ايه رايكم ايه اكتر ترشيح بسطكم وايه اكتر ترشيح احبطكم يا ريت تشاركوا برايكم في الكومنتس الف شكر لحضراتكم على المشاهده يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقه لو عجبتكم اشتركوا في القناه وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر وميمو